طبعا نحن كناشطين مدنيين في المنطقة ما في مشكلة إذا كان في اتفاقية دفاع مشترك ربما للحدود الشمالية بين قوات سوريا الديمقراطية وبين النظام السوري. أما مسألة دخول النظام السوري والأجهزة الأمنية والأجهزة الاستخباراتية فنحن نرفض هالشيء هذا تماما. كلياتنا شفنا عمليات المداهمات والاعتقالات اللي قام بها النظام بالأماكن اللي دخل فيها. نحن كناشطين مدنيين موجودين على أرض الواقع هنا في شمال وشرق سوريا نرفض دخول الأجهزة الأمنية للنظام السوري. طبعا نحن شفنا كل المناطق اللي دخل بها النظام حتى لو بصورة مثلا أول شهرين أو ثلاث أشهر كان في معاملة حسنة للسكان، بعدين رجع يعني على سياسته القمعية وسياسة الاعتقالات والترهيب اللي يتبعها. هذا شأن. الشأن الآخر المخيف هو الميليشيات الإيرانية اللي موجودة مع النظام والانتهاكات اللي تقوم بها. ممكن نحن نضمن شخص سوري مثلنا مثله بالهوية حتى لو كان تابع لنظام استبدادي، ولكن المجموعات الإيرانية هاي والميليشيات اللي معاه غير مضمونة أبدا حتى لو كان في ضمانات دولية لها. طبعا احنا عندنا تخوف، عندنا اولاد مشقين، عندنا اولاد مطلوبين، عندنا شبابنا اغلبيتهم ما خدموا بالنظام، فاحنا متخوفين ومن القاعده انه شبابنا ما ضل لهم مستقبل، يعني ما ضل عندهم هدف. يعني شبابنا الوقت هذا صفى ولا شيء بازمه الحرب. احنا كشباب شمال وشرق سوريا ضد دخول النظام الى مناطقنا، لان دخول النظام خطر كبير لنا، راح تصير اعتقالات وراح تصير انتهاكات كثيره بحقوقنا. شفنا انه المناطق دخل عليها النظام صارت اعتقالات كثيره بحق الشباب، صارت انتهاكات كثيره، ما ضل امان عندهم، يعني هاي خطر كبير علينا.